حضرت المعلمة ملوك محرز في منتدى شباب نهوض لبنان نحو مئوية جديدة، منتدى يرفع راية التعليم أولاً في لبنان وطن المعرفة، ويتطلع بتفاؤل نحو مستقبل أفضل كما تقول ملوك رغم الأزمات الحالية. رجعوا عملوا اعتبار للأساتذة وعملوا قيمة لهالأستاذ اللي كل عمره كان المثال والقدوة بالمجتمع اللبناني. التعليم هو أساس، هو البنى الأساسية بتبلش من هون. نحن ببني فكر وأنا ببني نخب، وهالنخب كلنا بنعرف اليوم عم بتمثل لبنان. نقابات التعليم الرسمي والخاص وفعاليات وزارية وأساتذة ومعلمون جاءوا إلى المنتدى بأمال لإنهاض قطاع التعليم ورفع جودته، لا سيما التعليم الحكومي المنهك بفعل الأزمة المالية وتدني رواتب الأساتذة. كل أستاذ بالتعليم الرسمي رح يكون عم يحصل على 130 دولار حوافز مساعدة، لأن الرواتب لا تكفي طبعا. في للمدارس الرسمية دعم لصناديق المدارس الرسمية لتأمن قدراتها التشغيلية. وزارة التربية وفرت بتمويل من الدول المانحة حوافز مالية لدعم المدارس والأساتذة، وأقرت الحكومة زيادة بمقدار الضعفين لرواتب أساتذة المدارس الحكومية. محور العملية التربوية والتعليمية هو المعلم، ونحن شو فينا يعزز وضع المعلم، الحفاظ على كرامته، الحفاظ على مهنته، الحفاظ على مستوى معيشته، نعمل لحتى نتوصل إلى هذا الشيء. فيوم المعلم هو يوم تربوي بامتياز، معنيين فيه نحن كلنا. شكوى المهنيين في هذا المنتدى ركزت على محور الاهتمام الحكومي بالقطاع التعليمي. هدفنا هلأ أن نغير بقى هذه النظرة، النظرة اللي بيطلعوا فينا إن كان على صعيد الدولة اللبنانية أو إن كان على صعيد المجتمع، لأنه التعليم المهني والتقني نحن رايحين على اقتصاد، من اقتصاد رايحين من اقتصاد راعي إلى اقتصاد انتاجي. أيام قليلة وستفتح المدارس الحكومية الثانوية أبوابها بعد فتح مدارس التعليم الابتدائي والمتوسط. عام دراسي جديد تشوبه تحديات عديدة، معظمها بفعل الأزمة المالية وهجرة المعلمين بسبب سوء أوضاعهم. تعلو مناشدات المعلمين هنا خلال منتدى الشباب هذا لتشريع قوانين برلمانية تدعم المعلم للصمود في وجه المحنة الاقتصادية، على قاعدة أن العلم رسالة والاستمرار أدائها لابد من دعم مؤديها. جين عفيش، الحرة، بيروت.